هناك كثير من الناس لما يتدين يبدأ ينظر للآخرين المخلفين له على أنهم أناس ربما حتى يصل درجة التكفير. الإنصات، افهم الآخر ليفهمك. يا غلام احفظ الله يحفظك. فالجسد له لغة، الثياب وهذه تكون من لغة الجسد المرئية. يوجد هناك نوع من تقزيم الاهتمام عند الشباب. أبرز أسباب الانحراف، الانحراف للناشئة هو أنه لم يجد نفسه داخل أسرة. إذا هممت بأمر فتدبه، إن كان خيرا فامضي فيه، وإن كان غير ذاك فارجع. ولذا قيل: من كان يرغب في النجاة فما له إلا اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إذا اتبعته والهدى. الناجحين يا شباب كذلك لديهم أشياء كثيرة في النجاح، وكلها تستعمل أسلوب المرونة، فالاختراع والابتكار والتأليف لا يمكن أن يتم من أول محاولة، ولكن من عدة محاولات. ولذلك نقول للشباب: الاستقامة أمر لا بد منه. كلما اجتهد الإنسان وكلما اجتهدت أكثر زاد نجاحك. هذا البرنامج تشاهدونه حصرياً على قناة الخرج التعليمية.